من حاجة قلت لك المشكلة مش من التلفزيون، لازمك تهزيني البيت صبر وتنعرف مشكلة منين. وقيل لقيتها زايد، تعرف علاه ما تخدمش والسينيار طايح؟ خاطر الجارانتي ما نحيتوش. زايد اللي مش مستانس بالاش دي يحرق الاش دي بتاعه. الو عجميه اخي وينك؟ مش ربي تو طلبتك شي 10 ولا 15 مره ما ترجعيش، تو اخترك باش تطلبيني؟ اي حبيت نسالك على الراس. اي يا بنتي هاو قدامي، اي قدامي الراس قدامي. اي اسمعي تو كيفاش نعمل الكرومه؟ نفصلها على الراس ولا نخليها لازقه؟ نحيها بالسكينه؟ لا لا يا بنتي بالسكينه ما تتنحاش، لازمها السطور. اي اسمعي سنيه دازين القدام نحيهم بالمطرقه، خايفه يقلقوني من بعد. شنو رايك؟ اه والوزنين نخليهم لازقين ولا وخاتيهم في ناتو صغيرين؟ ها قلت نخليهم تابعين العينين. ماني العين قلت خلينا نقلعهم وحدهم. ها لا لا ايه ايه نخليهم وحدهم. اي قلت حتى انا قلت هكاك. اسمعي وزعم المخ، المخ نحيه ولا نخليه لاصق؟ قلت زعما ساعات نقول نرشم بالسكينه وبعد نجيب السطور وننزل عليه يجي في اثنين، وساعات نقول لا نعملوا على اربع طروف، الوزنين وحدهم والعينين وحدهم. خشمو مش عاجبني خشمو طويل شويه. اي اي مش تابعك خشمو قلت نقسمو. اللسان اللسان هو اللي اللسان النحيه نقلعو. ارجع ارجع غادي اللسان خليه لاصق في بلاصته. باه 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 باش قول يا قول يا السيد راه طلعبة العلف وغميزة ايش ايه الكنيمونات ملا مثبع الطفل. لا مش شني مش عليك اسمي عجمية تي ماني يا بنتي كصبري شاهي راس علوش. هي هي تو حسب رايك زعما نعمل ملتوت ولا نعمل مرقة لوبيا؟ هاي هارق حتى انا يقول باهي باهي. هاي بسلام بسلام اخوي بسلام بسلام بسلام. يدي اسكت 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 تنزك البلاصه يا ولدي الجن الازرق ما يعرف والله معلم صح قص على روح. هات 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 امشي امشي الصبر امشي. اوبا شنو يا ودريجه حودين يا وعنا اش قال لك فيه صاحبي معلم سنقور صح تعرف شنو حكايتها هذه؟ شنو حكايتها؟ هذه دار شباب متروكه حتى حد ما في باله به اللي هي قاعده كيف فارغه. انا ساعات نستعملها حتى فهمتني جريه وبدون ما فهمتني ولا راديون ونجي لهنا ما يلقينا حد لان ذبين ذكر حد ما يلقينا. مستحيل صاحبي اش تعرف بلايص فريمون فاجئتني ياسر انت بلايص تعرفها الكل مش نورمال. لا نقص من عيات نحسب الخمسه ونهبطوا الناس الكل. واحد اثنين ثلاث ايش بيك سكت ما حافظ كان ثلاث لا مش مشكله ما دام لقيت البلاصه مش مشكله. مش هاي اثنين ثلاث يلا ربي الله سمير مالا سمير يكذب عليك سنقور صح. بسم الله اللطف بسم الله رسول اش يعمل زمان عليه بسم الله شكون بسم الله سيد عبد الله سيد حي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله معناتها في الاخر كيما مشيت كيما جيت حتى من امه معاهم في المافيا يعني ناس مخطرين ناس مخطرين توا لو مخطرين الف مره نقول لك لو ناس مجرمه مافيا ما يسيله بالكل ما تحبش تصدق زيد كان البوس ينجم يتصرف معناها يبدا البوس قاعد في البنك ونقص التليفون بتاعه ونهز التليفون
وين البوس؟ والله معاك ساندرا تو، ساندرا ساندرا ساندرا، هاك الكحل السينوج هذيك، تو كلمتي قلت لك راهو اسمع، راهو البرقين وتفتحي راهو ضيع السلاح، تحب تخلينا ضحى ساندرا، قول لك حاجة قبل ما تكمل كلامك ساندرا، الحياة وعمرها متنحى والدخان مضرب الصحة والسيجار من فم البرقين وعمره ما يتنحى، نعملوا كردون. بيعطيني الرسمي تو ما عنا حتى حل راهو شو معنا حتى حلول موجود كان نركز وصندر نلقوا الحلول ظهر لي لقيت الحل اه شنو الحل البيت كنا نلقى شكون يعاوننا من غير ما يسمع البوس وشكون خليني ساعة نعم تليفون تنقلك كما فيش ريزورت البنية لا تربحك يا سمير لا تربحك مش قلت لي دار شباب قديمة هي والله لا هذين كان دار شباب حسب ما ناقل عليها وقت عمري 8 سنين فهمتني طول طول نقص نلعب هنا أما يظل لي بدلوا سبيتار تو عمري ليه باش نلقى واحد كيفك يا سمير فهمت تقصد واحد هكي منعك وذكي كيفي أنا واحد بهيم مصطك أبو الشلاغة ما هذه بلاصة تجيبنا لاخ بابا اطلع شاب صغير هادي مانيش بوك مانيش بوك أنا قتلت برسمه هو قتل عقيدة أبو شهاب وانت الرجل قتل عقيدة أبو شهاب بس أمير الرجل قتل عقيدة أبو شهاب انت قطع بالبلاصة يديك مش قطع هم قطع هكا تو تعمل فيه قتل ذي ذار قتل عيطه كله ودي لا قتل لي حد شيء والله العظيم لا يبينها فيه وأنا بتقطع مش جيت طبيب ايش نقول لك حاجة توريته السيدة ذي أنا منعته ركز معاك أنا منعته من الموت فما عباد تبع فيه باش تقتلو كي أنا منعته وليت خرش ولا يعيط ولا ينبس فيه قدام العباد والله مش معقول أو جاي الطبيب طيب يقول لك خرجنا سلام دكتور عسلم صار سوء تنابس في الحكاية احنا رانا خارجي باهي يرحم الله والديك تبكروا حوايجكم ويزي بلا حظ لا أنا ما يتبدلوش حوايجي أنا تكلم فيك خلينا نحكي معك برزنس خزولي رانا احنا غلطنا نقزنا في بين الدار شباب طلعت سبيطار فهمتي مانيش خلينا نراوح تكلم فيك شنيا دكتور معلم يا دكتور يا دكتور هاي وانا اش تحملي نعمل بالضبط حبك تعاوني باش نلقى الفلوس وانا شكون يضمني انت ما تجبدش بيك تلقاهم وبعد تفصل بالحنينات امان مناش صغار راهو اسمعني حبك تعرف لي هو وين والفلوس وين شد هاي تصويرته من تالي باش تلقى العنوان متاعو وعنوان دار امه حبك وين تلقاه تشدو هاي والحسبه متاعنا وقتها كمل الخدمه الساعه من بعد تنتحاسبوا وبعد ما نقضي عليه نجيبك راسه واه الوجه فيه الراس طيب بيك كسكسي اسمعني نحبك تخدم خدمتك من غير ما حد يفيق بيك وما تخلي حتى اثر تفهمنا تفهمنا زيت 5D sur amp 2 بالرسمي ذي قعدت نخمم فيها كان انا مت شنية باش يقعد لك انت زوز مليارات يسك زوز مليارات يسكي مونجيلا تقطعت والله ضرب بخف في خدي مونجيلا في يدي تقطعت ما فهمتش كيف معروق في بعضها هيا تفشي هذا هيا تفشي دفي هيا تفشي دفي الأخرى زينة هيا
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Merci, merci. Merci, quoi. Joyeux anniversaire. Merci.